روان روان، كيف أنت روان؟ كيف أنت؟ الحمد لله. الحمد لله، شكرا جزيلا أنك سمعت كل قصة عن رحلتك. Thank you so much for listening to this whole story of your mother sharing her part of the journey of you memorizing the Quran. روان، هل ممكن أن تقرأين أي فقرة من القرآن لنا؟ Is it possible for you to recite any part of the Quran for us? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه، وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان. إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد، والله عزيز ذو انتقام. إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. هو الذي أنزل عليك كتابا منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة ابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، وما يذكر إلا أولو الألباب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس اليوم لا ريب فيه، إن الله لا يخلف الميعاد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. روان ما شاء الله تبارك الله، قرأتي سورة آل عمران. الله أكبر الله أكبر.